كله تمام، مضينا على كل حاجة. ميرسي يا رون. ميرسي يا رون. ايه بي، في حاجه مضايقك؟ فين خلف؟ زمانه جاي. الخلود يا عمي يا خلود، غير من يمين يا خلف، طلق خلود. طلقها كيف يا عمي؟ اديله فرصه يا اخويا يصلح اللي عمله. مش هطلق يا عمي. يا لهوي، معلش يا اخويا، عشان خاطر العيال، عشان خاطر العيال يا ابو هيبه. انت عارفه كل حاجه يا زكيه، كمان شوية تروح على فندق الشمس تتلفالي عطية من الكوشي، أصله بيتجوز يا زكية. يا بني حليمة، ما هوش صوت. لو جه معاك ندوله فرصة تانية مع أمينة، ولو ما جا شي تروح تجيب أمينة من بيتها. طلق يا واد البت، اللي هطلقك من الدنيا. طلقها يا واد. لا يا واد، اوعى تطلع، مو تحصل عليا الطلاق. لا طلقها يا واد. خلو طلق يا عمي، طلق طلق. ما تحاولش تروح القرية، ما هيدخلوك ايش. وحشتي وشغلي. ما حيدخلوكش. رجالتي انا ليا بلاوي هناك يا عمي، لو قربت حيضربوك بالنار. خلاص مالكش روحه، ولو عاوزني اشيلك من دماغي جيب لي اللي اسمه سامي ده من تحت الارض. سامي هو ده الكلب اللي سمى خلود. ما شوفك شيء الا ما تجيبه او عاوزه صاحي. ما هتلاقوهوش في القريه، تعبان ده هنا في مصر، اصله من جراير كين. ماهر حيساعدك. يلا امشي غور غور. اتحرك دلوقتي يا ماهر، هتجيب عطيه يا جيب بنت عمك امينه من بيتها. عمي عمي عمي، انا جيت لك اهو يا عمي. على فكره لا كان في جواز ولا غيره. ايوه انا كنت بعمل كده يعني عشان استفز امينه بيه. ما انا هعمل ايه برضك يا عمي، ما هي اللي ما قدرتش تنسى حمزه الله يرحمه. تعالى ايه اللي جابك هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاي لك قبل ما تموت عيالي. ما يستاهلوش. ما حدش بيربي حد ويقول له تربيتك وسخة. أنا ما ربيتهمش، هم اللي طالعين لأمهم وأبوهم. برضك أنت عمهم؟ ما يستاهلوش. الرحمة حلوة
ربنا يرحمنا منك يا زكية ومن عيالك. انت اللي زرعت الحقد فيهم لحد ما الكره طفح عليهم، كل واحد باصص يكسر عمه كيف، همهم عالفلوس وبس. خلف بيتاجر في المخدرات لحد ما تلسعت بنتي، وعطية عمال يلوش في البنى والعمارات المخالفة لحد ما اترفعت علينا 30 قضية لهو عمل فلوس تسده وتخليه راضي، ولا هو ريح بنتي، بالعكس ده عامل مسابقة في العلاجات البرانية. وحكم أخوي كل ما يطفح به الحقد يحط يده في يد كين. لعبتك اتكشفت يا زكية، ولدي هو اللي حيقش، محدش حيورثني غيره. لو انا منك ابعد عن ماهر لا يضيع هو كمان زي ما ضاع خلف وعطية. يعني مفيش فايدة يا هيبة؟ اللي في مخك في مخك؟ البكان ده ما تخشهوش تاني، ما عاوزش هزقك بعد كده.